مساء الخير مشاهدينا في كل أرجاء الوطن العربي، وحلقة جديدة من برنامج بيت للكل من مسبيرو استديوهات التلفزيون المصري في القاهرة. حلقتنا لليوم رح نتحدث عن موضوع الاقتصاد وأزمات اقتصادية مر بها الوطن العربي. سنتوقف عند التحديات والتغيرات التي حدثت ابتداء من أزمة كورونا حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، وعلى المقابل من ذلك سنتحدث عن الحلول أيضاً والفرص الموجودة لدينا في كل الوطن العربي حتى نصل إلى مرحلة من الأمان الاقتصادي. هذه الأزمات التي أشرت إليها لانا أرخت بظلالها على اقتصاداتنا العربية وانعكست بشكل سلبي جداً، لكن هناك مؤشرات تدعونا إلى التفاؤل إذا ما لجأنا إلى خياراتنا البديلة على مستوى الوطن العربي. دي حقيقة. اسمحوا لي أرحب بكم طبعاً وجودكم في القاهرة خالد ولانا، وأكيد زميلنا أحمد شكري المتواجد في العراق. وخليني أكمل كلامي زي ما قلته خالد ولانا، إحنا النهاردة بنتحدث عن شيء بيهمنا جميعاً في دولنا العربية وبالتالي في العالم، وهي المشاكل الاقتصادية اللي توالت بشكل كبير على العالم بدءاً من فترة كورونا اللي كانت موجودة وانتهاءاً بالأزمة الروسية الأوكرانية. وطبعاً هذه الأزمات مش بس كانت موجودة في اقتصاد العالم، ولكنها موجودة في كل البيوت العربية. الجميع وكل الدول تحاول أن تجد السبيل إلى حياة يعني فيها نوع من أنواع التفاهم داخل الأسرة، بأن احنا نقدر نتفاهم مع هذه الأزمات الاقتصادية ونحاول أن احنا نعديها بحلول كثيرة جدا من دولنا أيضا ومن خلال ما يحدث في العالم كله. بالتالي الأسرة العربية هنا دورها كمان مهم بأنها تنتبه بأنها بإذن الله تعدي هذه الأزمات. ولكن نحن كعرب وهنا في بيت للكل بنحمل كمان عندنا حلم كبير بالتكامل العربي اللي يخرجنا من هذه الأزمة.